بسم الله الرحمن الرحيم. شعب ابن نكتة، شعب كل حاجة عنده بتتحول لنكتة، بتتحول لكلمة. لا تخلو جلسة من جلساتنا أيا كانت طبيعتها إلا وتلاقي تعبير أو بنقولها كده بالبلدي قفشة، يقفش على كلمة أو يعني يلقط كلمة أو التاني يقول. التعبيرات البصرية المعتادة بتاعتنا هل كانت في الحضارة المصرية موجودة نفس الشيء؟ آه موجود نفس الشيء، وموجود كمان بشكل بيني وبينكم أخطر. خطورته في ايه؟ خطورته في انه مش بس الكلام بيتقال، لا ده منظر، والمنظر هنا خطورته. يعني انا احيان كتير نكته تبقى قويه جدا، مصطفى حسين الله يرحمه مثلا يروح حاطط صوره ويكتب بدون تعليق. الصوره هنا حكت القصه. المصري هنا عبر عن الفكره دي، عبر عن اوضاعه. مش عايز اقيس العمليه انه عبر عن اوضاعه ان كل حاجه لا اله تضحك يبقى قاصد بيها انه يقول نكته، لا هو بيتكلم ممكن يكون بيتكلم ديلي لايف، حياه يوميه عاديه جدا. يعني اما ادخل مثلا بتاع حطب والاقي واحد بيعمل والتاني بيعزف والتاني بيقول عليه حرامي وهو بيمد ايده على الاكل اللي المفروض قدام صاحب المقبره، هو هنا خد لقطه سريعه جدا بالكاميرا للوضع اللي على طبيعته او في لحظته. ما يقصدش هنا انه يحكي كاريكاتير، لكن قصاد كده عندي مناظر كتير وحاجات كتير بتوريني. يعني لما اجي في نهايه الدوله القديمه، حضراتكم تعرفوا ان قامت في مصر الثوره الاجتماعيه الاولى اللي عرفها العالم، وفي نهايه الثوره الاجتماعيه ازداد نفوس حكام الاقاليم، فاصبح الناس اللي عايشين في كنف حكام الاقاليم منهم من يستمتع باستقلال ومنهم من لا يستمتع بمثل هذا النوع من الثراء او الاستقلال. طب حله كان يبقى ايه؟ انه يتريقوا عليه او انه يصور نفسه. مثلا لما اجي في مقابر في مصر الوسطى والاقي طور تخين قوي والراجل اللي بيجره رفيع قوي مش قادر، هو هنا وصل لي رساله صغيره، خلي بالك يا اللي بتبص ان الترام بتاكل احسن من البني ادمين. متذكرين حضراتكم النكته او الفيلم المصري اللي بيقول له 75 قرش تاكل انت بيهم ودول 5 جنيه تاكل بيهم العصافير؟ نفس التعبير. الراعي هنا لما يتصور بالمنظر ده يعني وصل رسالة ان انا مش اهم من الطور. وربما نعكسها بشكل تاني، ان اهلنا في الريف لغاية قريب جدا كان يقول لك لو مات لي عيل هجيب غيره، لكن لو مات لي عجل هجيب غيره منين؟ لان لازم ان انا اجي. المشكلة الاكبر بقى كانت في نهاية او في الدولة الحديثة، في النص التاني من الدولة الحديثة، لما العناصر الاجنبية اشتغلت بشكل كبير. فترة حكم أخناتون بنعرف التعبيرات اللي ظهرت من رسائل العمارنة، وبنلاقي في بعض المناظر واحد أجنبي قاعد على كرسي محترم وست مصرية عيني قاعدة تحتيه بتخدمه، وولد من النوبة هو اللي بيعمل له بيديله الحاجة اللي شبه كأنه بيديله شاليمون. فمتخيلين حضراتكم المنظر هنا ازاي؟ أنا بقول إن الأجنبي اللي دخل القصر بقينا كلنا خدامين عنه. طب أنا مش عايز أحط أجنبي وعايش، عايز أحط واحد تاني، أعمل إيه؟ أصور أقدم تمثيل في العالم لتوم اند جيري، الاقي قط وفار، القط قاعد وبيخدم الفار اللي قاعد وعمال القط يسرح له شعره. لو طلعتوا المتحف المصري الدور الثاني في قاعه البرد، اغلبنا بيشرح وهو داخل من ناحيه توت عنخ امون على ايده الشمال منظر المحكمه، هستاذنك تعدي الناحيه الثانيه، هتشوف منظر الكاريكاتير او النقد السياسي او الكاريكاتير السياسي اللي كان في المصري. من الالفاظ كان في الفاظ نقديه ان المصريين القدماء مثلا من عهد رمسيس الثامن احد الوزراء معدي فبيقول له شيل صندوق الملك، فقعدوا بيحكي الاستراكة بتقول ان هو بيقول كده ان العمال بداوا يسخروا من الوزير، واحدهم قام من وسطهم وساله تعالى انت بتقول لي قوم شيل الصندوق بتاع الملك، يا معالي الوزير هو سيادتك ابط؟ قال له لقد اخذت مستحقاتي انا لم اخذها. الراجل رد عليه روح شيلها انت. هنا نوع من النقد، نوع من السخريه، مش عايز اسميه نوع من الاضراب لكن نوع من الدم الخفيف. المصريين تعاملوا مع شعوب البحر ازاي؟ تعاملوا مع شعوب البحر انهم شويه ناس ما لهمش لازمه، لكن في نفس الوقت لما بدا الملوك يستعينوا باجانب عشان يجيبوا شعوب البحر لقينا القط واقف وديع واللي بيضرب من على العجله الحربيه الفار، يعني الملك اللي هو القط القوي سمح للفار الاجنبي انه كان يجي ويتسلل ويبقى هو الموجود على اساس البلاد. اصبح بالبلدي كده حاميها حراميه او حاميها اجانبها. مثلا الاقي راجل تعبان جدا وواقف ومسنود. مثلا عندنا استراكه لطيفه جدا من عهد رمسيس الثالث
استراكة دي على فكرة اللي بتحكي حياة العمال دي كلها نكت، دي كلها نكت. يعني يجي واحد من العمال وهما رايحين رمسيس الثالث يزور معبده في البر الشرقي، الاستراكة تقول انه رئيس العمال بيقول قعدت انده 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 لغايه ما وقع ناس من على السقاله اللي كانوا عليها من ارتفاع صوت، لان الزبون نايم. يقوم المصري يصور على الاستراكه عمود وواحد ساند على عمود الحارس نايم. نوم الحارس هنا هو نوم ليه السلطه اللي بتؤدي، او لنوع من الحمايه او اغفال الحمايه اللي المصري بيحتاجها. المصري هنا اذا كان حريص جدا انه يصور لي الحياه اليوميه بتاعته من خلال نكته، من خلال حدوته لطيفه، من خلال مش عايز اقول كلمه لان الكلمه يمكن ما كانتش موجوده عن المصري، شعب ابن نكته. مثلا الاقي الوز، الوز مين اللي مين اللي بيرعى الوز؟ قطه، وقطه جعانه، يعني سلموا القط مفتاح القرار. مثلا هو هنا عاوز يقول ان المفروض ان الناس الغلابه اللي بيرعاها مين؟ لا ده انا سلمتها لشخص كل همه انه يستولى على اللي معاه. وعلشان كده بيوريني ازاي المصري القديم كان عنده حرص كبير على انه يعكس اوضاعه السياسيه دون ان يثور، دون ان ولكن كانت النكته والابتسامه. مثلا بعض الكهنه لما يرفضهم يصورهم على هيئه ابن اوى، بعض القضاة، والقضاء ده ممكن نفرد له حلقة كاملة، كان يصور القاضي مثلا المصري صوره على هيئة، عفوا في التعبير أنا آسف ولهم كل التقدير والاحترام قضاة مصر العظام، صور القاضي على هيئة الحمار، وصور الحارس بتاعه أو التابع أو الحاجب بتاعه على هيئة الطور، والمتهم على هيئة القط. المصري ما عندوش مشكلة، هو صور الشخص هنا هيئة الحمار، هنا ربما مرتبط بالإله ست، أي إنه القاضي هنا كان يقصد، وآسف مرة تانية لقضاة مصر العظام، إنه كان القاضي شرير أو القاضي لن يكون يحكم بما يعني بما يحكم بما يترأى المتهم. مثلا استراكة صغيرة ألاقي نسر بيطير، وهو بيطير نسي عشه، دخل عش فيه شكل يشبه الخنزير، عش الدبابير او العش، او انك تنسى اصلك يا حبيبي روح لمكان تاني، العوده الى المكان الاصلي. هكذا كانت روح المصري، هكذا كانت حياه المصري، عبثه، رفضه للاجانب لما يصور العبرانيين بشكل او العبري زي ما صورهم بشكل اقرب ما يكون للسخريه. حلو قوي النكته بتاعت المصري القديم، حلو قوي حياته، حلو قوي نقده لذاته، نقده لكل شيء دون ان يخرج عن حدود الادب. شكرا جزيلا.